اللهم اغفر لوالدينا، اللهم أكرمهم كما أكرمونا، اللهم ارحمهم كما رحمونا. اللهم إلهنا من كان منهم حيا، اللهم أطل عمره في طاعتك، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا واجعلهم إلهنا من الراشدين. إلهنا من كان منهم ميتا رهين عمله في قبرك، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم